يا مرحبا ساح، دورينا يعود من جديد ومعاه تعود المتعة والإثارة والحماس. نتمنى الكل من المفترض أن استعد، مدربين جدد، تم استقطاب لاعبين، تم تغيير إداريين، الكل راح لمعسكرات خارجية وخاض مباريات ودية. في الإعادة بنرجع لكل اللقطات وبنسلط الضوء عليها بطريقتنا. جاهزين؟ نبدأ. أربعة عشر نادي بيدخلون المنافسة على دوري أدنوك للمحترفين، والبطل بيكون واحد وبيحصل على مبلغ 55 مليون درهم. نتريى ونشوف صاحب الحظ السعيد. هي البطولة تحتاج شوية حظ، ولكن بعد تحتاج تخطيط، إدارة ونفس طويل. بنشوف منو اللي عنده النفس الطويل. البداية كانت من نهاية الموسم اللي طاف. الأندية دعمت صفوفها بمدربين، لاعبين مواطنين، أجانب ومقيمين. تعالوا نشوف الإعادة وبنبدأها بأبرز الأرقام. على طاري المدربين، تمت إقالة 13 مدرب في الموسم الماضي أو أكثر. هل هذا الموضوع طبيعي؟ لازم أسأل شخص مختص. علم سري، شو رأيك؟ مرحبا يا محمد، في سؤالك عن موضوع الإقالات الموسم الماضي كان فعلا حدث محتاج إلى مراجعة، لأن اليوم إقالات المدربين مش مرتبطة فقط في الأمور الفنية، لأن في بعض الأحيان يكون المدرب فنيا قوي لكن عنده بعض السلوكيات الخاطئة أو تعامله مع بعض اللاعبين ما يكون بالشكل الصحيح واللي أثر على أجواء الفريق. تعرف أن لا يمكن إقالة المدربين أو الاستغناء عنهم واستقطاب غيرهم إلا إذا كان النادي عنده قدرة مالية لاتخاذ مثل هذا القرار. علشان كذي أشوف أن الموسم الماضي هذا الكم الكبير، يعني في الجولة الثانية 3 مدربين، في الجولة السابعة نحن وصلنا لغير 8 مدربين، في نهاية الموسم وصلنا أن من 14 نادي 11 نادي أقالوا مدربينهم، وهي الظاهرة جدا سلبية يا محمد. يلا نركز على الجاي. تم استقطاب 9 مدربين جدد، وخمس أندية فقط استقرت على مدربينها. صار عندنا 14 مدرب من 9 جنسيات مختلفة، واحد منهم بس من الجنسية العربية. صربيا والبرتغال تصدرت القائمة، عندنا 3 مدربين من كل دولة. ومن رومانيا عندنا مدربين 2، هولندا وكرواتيا والبرازيل والأرجنتين والنرويج كان من نصيبهم مدرب واحد بس. 2 منهم لأول مرة في منطقتنا العربية أساسا، النرويجي روني ديلا مدرب الوحدة، والبرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي. لكن شيبتهم طلع الداهية كوزمن، 55 سنة، هو أكثر مدرب خبرة في دورينا، ما شاء الله يدرب من سنة 2000، يعني كمل 24 سنة. وعلى فكرة هو أكثر مدرب تحقيقا للبطولات في دورينا. أي من بعد باولو سوزا من ناحية الخبرة التدريبية، استمر 19 سنة في مجال التدريب. خلصنا من المدربين، يلا نروح لاستقطابات اللعيبة. عدد تعاقدات الأندية خلال فصل الصيف وصلت ل 109 تعاقد، وبعدها الحسابة تحسب لأن ما تسكر سوق الانتقالات. النصيب الأكبر لنادي دبل حصن، تعاقد مع 24 لاعب، والأقل كان نادي الشارجة، اكتفى بلاعبين بس. وعلى مستوى المواطنين، يمكن الصفقة الأبرز كانت انتقال علي مبخوت من الجزيرة للنصر، طحنون الزعابي من الوحدة للوصل. نتمنى لهم التوفيق بكل تأكيد. منو بعد؟ ذكروني. نروح للاعبين الأجانب، في لاعبين يونا على مستوى عالي يا جماعة. النني في دورينا مع فخر أبوظبي قادما من أرسنال، وشفنا ظهوره الأول في كأس أديب وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بادي بداية قوية. سردار مع شباب الأهلي وصاحب بصمة في كل المباريات لين هاللحظة، اللعيب والفنان ما يحتاج لوايد عشان يندمج. سنابريا مع العين، لاعب منتخب الأرجنتين تحت 20 سنة ورقمه 10، وتعرفون رقم 10 يذكركم في منو في منتخب الأرجنتين، وغيرهم من اللاعبين المميزين اللي بيضيفون بكل تأكيد للمسابقة. وما زالت التعاقدات مستمرة للأندية. المعسكرات هني شوي احتاج آلة حاسبة. كل الأندية الـ14 راحوا لمعسكرات خارجية انتشروا في 8 دول. صربيا كان لها نصيب الأسد، 4 أندية عسكرت فيها، وناديين في سلوفينيا وهولندا والنمسا. أما إسبانيا ومصر وتركيا والمغرب نادي لكل دولة. متوسط مدة المعسكر 21 يوم، نشيل يوم سفر رايح ويوم سفر راد يبقى عندنا 19 يوم. عدد المباريات الودية اللي خاضوها أنديتنا في معسكراتهم 60 مباراة ودية، بمتوسط 3 إلى 4 مباريات لكل نادي. البطايح والعروبة كسروا الرقم، خاضوا 6 مباريات ودية. عدد الحصص التدريبية في المعسكرات تقريبا 390 حصة، بعض الأيام تدربوا حصة وبعض الأيام حصتين. جالسين نستعد لموسم طويل. نروح للمباريات الودية. أنديتنا لعبوا مع منو؟ أندية قوية تنافسية. المباريات الأقوى كانت الوصل مع أياكس، العين مع الرجاء، شارجة مع الغرافة، وباقي الأندية لعبت مع فرق متوسطة، ما بقول ضعيفة. وكان إجمالي عدد الأهداف 116 هدف، أكثرهم تسجيل كان شباب الأهلي نجح بتسجيل 20 هدف. لكن سؤالي، هل هذه المباريات اليوم مؤشر لقياس مدى جاهزية الفريق للموسم؟ خلونا نكمل. ترى حتى حكامنا كان لهم معسكرات خارجية
ومحلية. المعسكر الخارجي كان في تركيا وانقسم على مرحلتين. المرحلة الأولى مدتها 14 يوم وخصصت لحكام دوري المحترفين، شاركوا فيه 55 حكم ومنهم 8 من العنصر النسائي. والمرحلة الثانية مدتها 12 يوم وكانت لحكام دوري الدرجة الأولى وشارك فيها 36 حكم. على بالكم خلصنا؟ تونا نقول بسم الله الدوري على الأبواب. بدينا الموسم بأولى جولات كأس أديب. شفنا انطلاقة 12 نادي هذا الموسم، شهدنا 6 مباريات مثيرة في الذهاب، 5 أندية فازت وخمس أندية خسروا. مو بمعناته اللي خسروا انطلاقتهم سيئة، شفنا مستويات مميزة. مباراة وحيدة انتهت بالتعادل السلبي بين العروبة والنصر، بيرجعون يتواجهون في أولى جولات دورينا. أتوقع أن الأهداف مخلينها حق الدوري. لحظة، في شيء نسيت أقوله، أرفع القبعة للأندية وطريقة ترويجها عن اللاعبين الليداد. أبهرتني، واللي جذبني أن الجزيرة دخل الجمهور في الترويج للطاقم الجديد للنادي، وهذا التفاعل اللي جاب اللي نباه بين الجمهور والأندية، لأن اليوم الجمهور هو ملح البطولات والمباريات، وياهي لقطات حلوة للجمهور من الموسم الماضي. تتسع مقاعد دورينا على مجموع كل استادات الدوري المعتمدة إلى 152,998 مقعد. مدرجاتنا مستعدة لاستقبال هذا الجمهور. أكثر نادي عنده مقاعد في ملاعبنا نادي الجزيرة ب 36,186 مقعد، وأصغرهم عمان وشباب الأهلي ب 5,141 مقعد. نحن مقبلين على موسم قوي فيه 182 مباراة في الدوري، يعني بنشهد على 16,380 دقيقة من المتعة. ولا ننسى دور الرابطة الكبير اللي في كل موسم يبهرونا بشغلهم وتنظيمهم، صراحة مبدعين. دورينا بدأ ونحن في أبوظبي الرياضية بعد بدينا، بنكون معاكم خطوة بخطوة وبنقل لكم كل مباراة وكل صورة وكل حدث، وبنصنع معاكم أحلى الذكريات في هذا الموسم، ومعاي بنشوف كل الإعادة بطريقة خاصة. ترى في الإعادة إفادة. سلام.